هملول زايد بن سالم المنصوري على مقدمة الشوط، بينما يليه في المركز الثاني هنالك شاهين محمد بن حماد ابو الخرائط العامري على ثاني الاسماء، بينما بدوري اخذ اسم الاسد محمد بن سعيد بن حضير ملك تبي من يحتل الان المرتبة الثالثة. وفي المركز الرابع هنالك شاهين سعيد بن يابر بن ستان بن يابر المري مع المركز الان الرابع، بينما هنالك شاهين سعيد بن سيف بن سالم النيادي من يحتل الان خامس الاسماء. بدوري انتقل نقلة واضحة الى السميح، خميس بن عتيق بن يمعة الرميثي يتدخل بقوة هنالك مع التحديات، بينما سواح حمد بن محمد بن فهيد العجمي يتدخل ايضا على المركز السابع، بينما ثامن الاسماء هنالك الانطلاقة من شاهين ناصر بن علي بن عبيد المرزيق المري، بينما التدخلات من المركز التاسع هنالك التدخلات من مياس هيل بن محمد الحب العامري، وايضا عاشر الاسماء شاهين سالم بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب المري على المركز العاشر. هذا هو النداء للعشر المراكز الاولى المتقدمة، العشر الاسماء اللامعة، العشر الاسماء التي تحظى بتغطية اعلامية واضحة. الله هي المركز الاول، الله هي الصدارة الاولى، هذه هي الاسماء القوية، هذه هي الاسماء الاولى. سعيد بن جابر بن ستان بن جابر المري على المركز الرابع، المركز الخامس هنالك شاهين ناصر بن علي بن عبيد المرزيق المري على المركز الخامس. ولكن اعود مع المقدمة، اعود مع الصدارة الاولى، مع القوة، مع الاثارة والمتعة، وهذه هو الانطلاق القوي من خلال تواجد شاهين على المركز الاول. شاهين ومياس، شاهين ومياس، شاهين سالم بن علي بن غانم المري على الصدارة الاولى، بينما المركز الثاني فهنالك مياس، مياس على المركز الثاني، سهيل بن محمد بالحب العامري على المركز الثاني، هنالك المركز الثالث الوصول والقوة بشاهين سعيد بن جابر بن ستان المري على المركز الثالث، المركز الرابع هنالك شاهين آخر محمد بن حماد بو خرايط العامري على المركز الرابع، بينما هنالك الله يا سلام يا سلام يا القوة، شاهين ومياس صغان وشاهين على المقدمة. سعيد بن سليمان من يتابع اسم مياس والقوة والإثارة والمتعة من صاحب العوائد، لا زلنا نترقبها، لا زلنا نترقب شاهين، ولا زلنا كذلك حضور لمياس. والله الأسماء القادمة الحقيقة أسماء مشرفة، تاريخها يتحدث أيضا بالانتصارات منذ سن أيضا هنالك التحديات، بينما هنالك المركز الرابع الوصول من شاهين آخر سعيد بن سيف بن سالم النيادي على المركز الرابع، خامسا شاهين ناصر بن علي بن عبيد المرزيق المري. ولكن اعود مع مياس، مياس مياس مياس، اذكر مشاركته في ميدان الشحانيه وها هو يحلق في هذه الاجواء القويه، رغم ان مشارك مع مياس وشاهين وشاهين. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا التحديات، مياس وشاهين، شاهين شاهين ينطلق وهو يحلق في المدرج واحد هنالك بن ستان، بن ستان صاحب العوائد، صاحب القوة، صاحب الإثارة. الله الله الله، صباح الخير يا أيضا من يتحدى، صباح الخير للفائزين، صباح الخير يا قطر، صباح الخير يا العين، صباح الخير يا أصحاب النواميس. شاهين ومياس، شاهين ومياس، ولكن شاهين سلام لك يا بن ستان على هذا الفوز. المركز الثاني سهيل بن محمد بن حب العامري، وفي المركز الثالث مشاهدينا هنالك شاهين سالم بن علي بن غانم المري، وفي المركز الرابع هنالك شاهين سعيد بن سيف بن سالم النيادي، شاهين خامسا محمد بن حماد بو خرايط العامري. هكذا التحدي، هكذا الإثارة. لحظات الفوز، لحظات التحدي، لحظات الانتصار. سعيد بن جابر بن ستان بن جابر المري حيث قطع المسافة الستة الكيلومترات بهذه التحديات القوية، 9:41 من الثانية، بينما المركز الثاني فكان من نصيب مياس هيل بن محمد بن حب العامري، 9:41.4 من الثانية، وفي المركز الثالث كان من نصيب شاهين سالم بن علي أيضا بن غانم المري، توقيت 9:42.5 من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.